أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الاشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم، وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين رب العالمين رواه شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه في أماليه أو مجالسه بسنده عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ضرب كتف علي بن ابي طالب عليهما السلام بيده وقال: يا علي من احبنا فهو العربي ومن ابغضنا فهو العلج، العلج يراد به ها هنا غير العربي غير المسلم وجمع العلج أعلاج لا كما كان يقول محمد سعيد الصحاف علوج، علوج هذا لحن أعلاج، وعادةً ما تطلق كلمة الأعلاج أو اسم العلج على الكافر الضخم. فكأن مراد النبي صلى الله عليه واله من قوله: من أحبنا فهو العربي ومن أبغضنا فهو العلج أن من يبغض رسول الله واهل بيته الطاهرين عليهم الصلاه والسلام وان كان يدعي العروبه الا انه ليس عربيا حقا في نسبه خلل او في دينه خلل وايا كان فهو اجنبي ليس بعربي يا علي من احبنا فهو العربي ومن ابغضنا فهو العلج شيعتنا اهل البيوتات والمعادن والشرف ومن كان مولده صحيحا شيعتنا اهل البيوتات أي البيوتات العريقة، والمعادن، أي الأنساب الشريفة الصريحة، يقول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه حين أدرج هذا الخبر الشريف في موسوعته العظيمة بحار الأنوار، يعلق هو على هذا الحديث كعادته فيقول توضيح المراد باهل البيوتات والمعادن القبائل الشريفه والانساب الصحيحه من يكون مولده طاهرا ونسبه صحيحا وينتمي الى بيت شريف قبيلة أصيلة كقبائل العرب الأصيلة فإنه يتوفق إلى ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يوفق إلى اعتناق ولايتهم. طبعاً على الشرائط والمقتضيات. قال صلى الله عليه وآله: شيعتنا أهل البيوتات والمعادن والشرف. ومن كان مولده صحيحا يعرّض هنا بالذين لا يوالون اهل البيت عليهم السلام فكأنه صلى الله عليه واله يطعن في انسابهم وفي صحة مواليدهم يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق او ابن زنا اذا مولده ليس صحيحا دعى او ابن حيضه هكذا ايضا ورد في الروايات الشريفه اي ان اباه وان كان شرعا حلالا أن يأتي أمه لكنه أتاها في وقت وآن لم تكن حلالا عليه فتكون هنالك نوازع معينة تنزع بالمولود تجره تجذبه إلى الفساد ومن أول أو أولى مصاديق الفساد كما نعلم بغض أهل البيت صلوات الله عليهم ومجانبتهم الخلاف عليهم. قال صلى الله عليه وآله في تتمة الحديث: "وما على ملة إبراهيم عليه السلام إلا نحن وشيعتنا" وسائر الناس منها براء هذه صراحة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن من هم مسلمون حقا ليسوا سوى شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن من هم موحدون حقا من هم على ملة إبراهيم عليه السلام حقا ليسوا سوى شيعه اهل البيت صلوات الله عليهم. تقول ان هذه لغه تكفيريه فرسول الله صلى الله عليه واله اول التكفيريين. نعم غير الشيعه يعمهم الكفر ولكن الكفر ذو طبيعه تشكيكيه. هنالك كفر شديد وهنالك كفر خفيف ضعيف الكفر مراتب مجانبه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الخلاف عليهم نوع من انواع الكفر ولكن هل تلحقه بالضروره اثار الكفر واحكامه في الدنيا في دار الدنيا يعني يحكم على هذا المخالف الذي ينطق بالشهادتين يحكم عليه بانه مثلا نجس له له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ما دام يتحرم بشهاده الاسلام الشهادتان تكفيان ذبيحته تحل مناكحته تحل الى ما هنالك. ولكن في الاخره ينكشف الحال. انه ايحشر في زمرة المسلمين حقا في مله ابراهيم حقا ام لا؟ لا. وما على ملة ابراهيم عليه السلام الا نحن اهل البيت وشيعتنا وسائر الناس منها براء لا صله لهم حقيقيه بمله ابراهيم وان ادعوا الانتساب الى ابراهيم ومله ابراهيم اليهود والنصارى كذلك يدعون انهم على مله ابراهيم ولكن لا نسلم لهم بهذه النسبة ولا هذه الصلة. قال صلى الله عليه واله في ذيل الحديث: وان لله ملائكة يهدمون سيئات شيعتنا كما يهدم القوم البنيان. الملائكة احدى وظائفها هذه أن تستغفر لشيعة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام فتهدم ذنوب الشيعة كأن كل ملك بيده معول يهدم آثام وذنوب وخطايا أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهنيئا لنا ولكم مناسبة الاتيان بهذا الحديث الشريف في بداية كلامنا هي هذه. قوله صلى الله عليه واله شيعتنا اهل البيوتات والمعادن والشرف. كانه صلى الله عليه واله ها هنا يومئ الى ما تتحلى به البيوت الشيعيه الأنساب الشيعية إلى ما تتحلى به من أخلاق الإسلام إلى الشرف إلى العفة إلى الحياء هذا الذي يميز الشيعية والشيعية حقا والذي هو للعلم كان ولا يزال مفقودا عند غير الشيعة الالتزام بالاخلاق الاسلاميه. وفي مقدمه تلك الاخلاق الحياء والعفه. هذا الكلام سبق واجملناه في المحاضره السابقه التي كانت بمناسبه ذكرى استشهاد امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. وحيث أننا لا نرغب بأن نقول كلمة دون أن نثبتها بالمصادر فإن في هذه الليلة معكم إن شاء الله تعالى نسهب فيما أجملناه ونثبته بالمصادر قلنا انه كان من سمتي بناتي ونساء الشيعه عبر العصور الا تراهن عين الى درجه ان البلدات الشيعيه المدن الشيعيه القرى الشيعيه كانت تشاهد فيها هذه الظاهره أنه في النهار ما من امرأة تمر في الشارع أبدا وكأنه ليس في هذه البلدة نساء لماذا؟ لماذا هكذا حرصت المجتمعات الشيعية على أن تهذب أنفسها؟ التزاما باخلاق البتول صلوات الله عليها، بتوجيهات الزهراء صلوات الله عليها، هذا الحديث الذي تعرفونه لابد مر عليكم من كثير من الخطباء، اي شيء خير للمراه؟ ماذا اجابت الزهراء؟ صلوات الله عليها، احسنتم الا ترى رجلا ولا يراها رجل هذا للعلم وان كان يذكر على منابرنا الشيعيه لكنه في الواقع لسنا نحن فقط الذي نرويه هذا يرويه ايضا اهل الخلاف باصح الاسناد هذا حديث عند اهل الخلاف للعلم اتي لكم بمصدر مما روي عند اهل الخلاف في هذا الشأن ارجعوا إلى كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم رقم الحديث ألف وأربعمائة وإحدى وثمانين بسنده وسنده صحيح عن أنس أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما خير للنساء فلم ندري ما نقول. احنا اصحاب النبي صلى الله عليه واله ما عرفنا شنو نجاوب. فسار علي الى فاطمه فاخبرها بذلك. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام جاء الى الزهراء واخبرها ان رسول الله امتحننا بهذا الامتحان ما خير للنساء شنو نجاوب؟ فقالت: فهلا قلت له خير لهن الا يرين الرجال ولا يرونهن؟ فرجع فأخبره بذلك فقال له: من علمك هذا؟ قال فاطمه قال انها بضعه مني. اللهم صل على محمد وعلى هذا مروي عند اهل الخلاف على هذا الحديث وعلى ظاهره اذا اخذنا بظاهره هذه منطقه شويه لازم نقترب منها بشيء من التاني بشيء من الاحتياط ولكن نقول على ظاهره الحديث ولا اقل من الزام اهل الخلاف فإن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام تكون أستاذة لأصحاب رسول الله، بل أستاذة لأمير المؤمنين علي. صلوات الله عليه. هذا الحديث معناه أنها كانت أستاذة تعلمهم تفهمهم ترشدهم إلى ما لا يعرفون إن أخرج مخرج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقال إنما جرى بينه وبين الزهراء عليه الصلاة والسلام كان نوعا من أنواع إنشاء الداعي وإلا فإنه عالم بالأمر ولا شك أنه عالم فإنه لا يمكن إخراج غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم يا أهل الخلاف تقولون أنس يقول فلم ندر ما نقول ما عندنا علم ما نعرف الزهراء عليه السلام تعرف الزهراء من علمك هذا قال فاطمة قال إنها بضعة مني جزء مني ولذلك علومي وما لدي كلها انتقلت الى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فمن الطبيعي ان يكون منطقها منطق ابيها علمها علم ابيها فهمها فهم ابيها فكرها فكر ابيها ام ابيها صلوات الله عليها هذا الحديث مشهور ومعروف لا تظنن ان تطبيقه صعب كلا قد طبقته مجتمعات شيعيه عده وبالفعل لم ير رجل امراه في تلك المجتمعات الشيعيه الا ان تكون من محارمه حتى ظلها لم ير يدخل الواحد تلك البلدات الشيعيه العريقه فيتعجب يقول أمام النساء في هذه البلدة لأنه أبداً ما يشاهد نساء أبداً لا يخرجن من البيوت مخدرات للعلم هذا أيضاً خطأ هم لحن هذا خطأ لساني شائع أنه لما يصفون هذه المواد السمية هذه شيء يقولون عنها يقولون مخدرات هي مو مخدرات هي مخدرات بكسر الدال جمع المخدر المخدرات يعني النساء العفيفات النساء اللاتي يكن في الخدر في الخدر يعني وين؟ يعني في البيت في داخل البيت يضرب عليهن خدر فكن مخدرات حرائر في بيوتهن لا يخرجن ابدا لا يخرجن كل نشاطهن في البيوت وإذا اضطرت إحداهن للخروج ما كانت تخرج إلا ليلة إلا في الليل ومع مثلا لمة من رجالها حتى مثلا تنتقل من بيت الوالد إلى بيت الزوج وأمثال هذه الانتقالات الاجتماعية أما في النهار فلا واحدة تخرج ولذلك ما كنا يظهرن لأحد خيالهن لا يظهر. وهذه الحقيقه ايها الاخوه اعترف بها المؤالف والمخالف. انقل لكم شواهد تاريخيه في هذا الشان. اما من طرف المؤالف ارجعوا الى كتاب تأريخ قم. هذا الكتاب تاليف احد مشايخنا ورجالنا الثقات العظماء ممن كانوا معاصرين للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وعلى من عاصره من الابرار. اسم هذا الرجل الحسن بن محمد بن السائب الاشعري القمي ينتمي الى قبيله الاشعري الاشعريه الذين هم كما بينت لكم في مناسبة سابقة كانوا جماعة من اول من استوطن قم بل هم من مصر قم يعني من جعلها مصرا صالحا للسكنى وهي قبيلة متشيعة من استوطن في قم ما كانوا شيعة في اصل التاريخ الى ان جاء رجل اشعري منهم كان قد تشيع في الكوفه من ذي قبل فلما ذهب الى قومه في قم المقدسه شيعهم جميعا، القبيله كلها تشيعت ومنذ ذلك الحين بايعت اهل البيت الطاهرين عليهم الصلاه والسلام هذه القبيله وصارت علما من اعلام التشيع والرفض. ولهم تاريخ وجهاد طويل. على اية حال هذا الرجل الجليل الحسن بن محمد بن السائب الاشعري القمي ذكر في كتابه تاريخ قم عن احد ولاة قم احد حكام قم والي وقد مر معنا في المحاضرة السابقة ان الولاة كانوا يشتكون من ايذاء اهل قم لهم. لماذا؟ لان اهل قم رافضه، رافضه يعني شنو؟ يعني يرفضون هؤلاء الولاة ومن عينهم معارضه على طول التاريخ. فدائما يسوون لهم مشاكل واحيانا يتسورون البيوت والقصور لهم ويحولون الاسره عن امكنتها كما مر معنا. فكان هؤلاء لا يستطيعون السيطره على اهل قم فيضطرون الى الخروج خارج قم ويحكمون قم من خارج قم هكذا كانت صفتهم او كان حالهم على اي حال هذا يبدو انه وال استطاع ان يمكث في قم فتره لماذا لان محمد بن السائب الحسن بن محمد بن السائب يذكر عنه انه يقول: اني وليت على قم عده سنين ولم ارى امراه فيها عده سنين، انا والي على قم، الوالي هو يمشي بالاسواق، يمشي بالطرقات، المفروض يشوف الناس بعد ثم اضافه الى هذا تقع منازعات بين الناس من الطبيعي انهم ماذا يحضرون في مجلس الوالي صحيح؟ فاحيانا وهذا طبيعي عند كل الولاة انه كان بعض النساء يحضرن عندهم منازعات معينه، مشاكل معينه هذا متعجب يقول طوال هذه السنين في قم لم ارى امراه ابدا هذا يدلك على مدى شرف الشيعة في قم مدى غيرة رجالهم مدى حصانة نسائهم حياء نسائهم هكذا كان الحال هذه شهادة من مؤالف ماذا عن شهادة المخالف لأن أحدا قد يقول أنتم إنما تشهدون لأنفسكم ونحن لا نقر لكم بذاك جيبوا لنا شهاده المخالف لكم والفضل ما شهدت به الاعداء نقول لا هم هذا موجود لا تخاف هذا هم موجود المؤالف والمخالف اقر وشهد لنساء الشيعه بهذه الصفحات التاريخيه المشرقه البيضاء في حين لم يشهد بمثل هذا لغير نساء الشيعه، وستاتي تلك الفضائح فضائح تتبعها نوائح عند غيرنا طبعا ينوحون. ارجعوا الى كتاب، هذه صور سريعه هكذا انقلها لكم على عجل. ارجعوا الى كتاب اثار البلاد واخبار العباد. لأحد مؤرخي أهل الخلاف ويدعى زكريا ابن محمد القزويني في هذا الكتاب في الصفحة مئتين واثنتين مئتين واثنين شوف ماذا مكتوب يقول لما يتكلم عن سجستان سجستان يعني شنو؟ يعني سيستان التي ينتسب إليها السيد السيستاني هذه بالاصل اسمها سجستان وهي خاصه في ذلك الزمان كانت بلده شيعيه اقليم شيعي صاحب كتاب اثار البلاد واخبار العباد ينقل بعضا من احوال اهل سجستان في ذلك الزمان لنسمع ماذا يقول في شهادته عن ابن الفقيه يقول قال ابن الفقيه واهلها من خيار الناس زين هذا واحد بعد قال محمد بن بحر الذهبي لم تزل سجستان مفردة او متفرده بمحاسن لم تعرف, لم تعرف لغيرها من البلدان وما في الدنيا سوقه يعني شعب أصح معاملة ولا أكثر مجاملة منهم المجاملة هنا بمعنى التعامل الجميل مو المجاملة بمعنى النفاق الاجتماعي مثل ما كثيرين يتصورون ثم مسارعتهم إلى إغاثة اللهيف ومؤاسات الضعيف وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولو كان فيه جدع الانوف يعني حتى لو يموتون يقتلون في سبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كانوا يدخرون جهدا في ذلك ما كانوا يتراجعون عن اداء هذه الوظيفه المهمه وناس ابات عندهم شموخ عندهم جراه وشجاعه في الحق بالاضافه الى مكارم الاخلاق الاخرى التي ذكرت زين بعدين يقول واجل من هذا كله انهم امتنعوا على بني امية ان يلعنوا علي بن ابي طالب على منبره تحدي تحدي للدوله والنظام الاموي الغاشم الذي فرض على الناس لعن امير المؤمنين عليه السلام على المنابر قليله هي تلك البلدان التي رفضت هذا الامر وجرت على نفسها الويلات ولكنها تحملت ولم تقبل واحده من تلك البلدان وتعرضت هذا موجود في التاريخ انهم تعرضوا الى محن عديده أهل سجستان ما قبلوا نلعن عليا عليه السلام ما نقبل في حين بلدة أخرى وهي أصفهان كما مر معنا من ذي قبل مو فقط التزمت وإنما صار لعن علي أمرا يجري في دمائهم الى درجه هم اهل اصفهان طبعا في ذلك الزمان لما كانوا مخالفين قبل ان يتشيعوا اهل اصفهان في ذلك الزمان ذكر في التاريخ انه لما عمر بن عبد العزيز اصدر امرا لعنه الله بان يمنع السب واللعن لامير المؤمنين عليه السلام كل البلاد الاسلاميه قبلت الا اهل اصفهان وفاوضوه قالوا له مستعدين نعطيك فلوس أكثر خراج نعطيك أكثر بس أبقي هذه السنة يا أمير المؤمنين هالشكل كان يقولون سنة بني أمية من يصدق هؤلاء أهل أصفهان الذين كانوا في قمة أو في منتهى النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام يتحولون 180 درجة ويصبحون في قمة الرفض والولاء لأهل البيت عليهم السلام من يصدق؟ جهود ناس دماء راحت تضحيات واحد انسان مؤمن شيعي رافضي من اهل الكوفه اسمه ابراهيم بن محمد بن هلال الثقفي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الغارات معروف وعنده مجموعه كتب هذا الرجل في ترجمته عند اهل الخلاف، انا نقلت لكم قصته اكثر من مره ما اكرر، بس اجيب هذا الشاهد انه الذهبي على ما ببالي، الذهبي يترجم له ويقول عنه انه قد بث الرفض. بث الرفض. ارجعوا في ترجمه هذا الرجل الجليل ابراهيم بن محمد بن هلال الثقفي الثقفي يعني من قبيله من الحجاج بن يوسف الثقفي ترى ها التفت حتى تعرف في كل قبيله اكو صالح وطالح ومن قبائل كانت بعيده تماما عن اهل البيت عليهم السلام يطلع لك اناس من اقرب المقربين الى اهل البيت بمن فيهم قبيله بني اميه نفسها ذكرنا احنا سابقا كم واحد من رجال بني اميه <applause> كانوا من خلص اتباع اهل البيت عليهم السلام ووصلوا الى مقام منا اهل البيت منا اهل البيت مثل سعد الخير <applause> هذا الرجل هذا الثقفي هو الذي بث الرفض في اصفهان وغير اصفهان هذا الرجل فتحولت اصفهان الى الولايه والى رفض اعداء اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. تاريخ يا اخي من الامجاد. انت لما تقلب صفحات الشيعه تشوف تاريخ الفخار والمجد والشرف والعلو. ما ادري اية نازله نزلت بنا في السنين الاخيره اللي هالشكل احنا بدنا ننحدر وننهبط. ما ادري ما الذي اصابنا. ما ادري. ولكن الله ينتقم ممن نوم هذه الامه باسم التشيع وتعرفونهم. الله ينتقم من هؤلاء الذين ارجعوا الشيعه الى الوراء بدلا من ان يكونوا ساده الامم كما هو الاصل. على اية حال نكمل الشهاده يقول واجل من هذا كله هذا اهل سجستان واجل من هذا كله انهم امتنعوا على بني اميه ان يلعنوا علي بن ابي طالب على منبرهم ومن عادتهم الا تخرج المراه من منزلها ابدا فاذا او فان ارادت زياره اهلها فبالليل هذا اهل سجستان قد تقول قد واحد يسمعنا الان يقول خو هذه حاله نادره حاله فريده من نوعها فقط اهل سجستان يعني ماكو فضل في ذلك لكم انتم الشيعه والا كان اكو بلدان شيعيه كثيره قرى شيعيه، مدن شيعيه كثيره ما كان فيها هذه الصفه، نقول لا لما نلاحظ في التواريخ نشوف هذا كان خط عام لكل المجتمعات الشيعيه. مو فقط التي كانت في ايران مثلا حتى تقول مثلا الثقافه الايرانيه مثلا او الثقافه الفارسيه مثلا انذاك كانت هكذا، مع اننا نعلم ان الثقافه الفارسيه بالاصل ما كانت هكذا. بالاصل بالاصل، يعني هذه تربيه اهل البيت. عليهم الصلاة والسلام هي التي جعلت هؤلاء يلتزمون هكذا وجعلت نساءهم على هذه الخصال نقول لا مو فقط في إيران مو في بلاد فارس حتى في العراق هذا هم موجود خلي نذكر شاهد أيضا عن بلاد فارس وشاهد آخر عن العراق الشاهد الثاني تجدونه في كتاب احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم هذا الكتاب لاحد مؤرخي اهل الخلاف وهو المقدسي البشاري في المجلد الثاني الصفحه اربعمائه وسبع وخمسين يتحدث عن الديلم الديلم قوم من اهل فارس من هذه البلاد اتخذوا موطنا معينا وغلب على اسم ذلك الموطن اسمهم ايضا كانوا يقولون ذهبنا الى الديلم رجعنا من الديلم والنسبه اليهم ماذا؟ ديلمي لما تشوف فلان يقولون فلان الديلمي اللي منهم ايضا من؟ ملوك بني بويه البويهيون الذين حكموا في فتره من الزمن وكانوا شيعة تحت اسم خلافه بني العباس حكموا وحكموا في العاصمه يعني في بغداد في العراق هؤلاء بويهيون ديالمه يرجعون الى الديله اذولا قوم تشيعوا من فتره فهنا يذكر المقدسي البشاري في كتابه أحسن التقاسيم يذكر شيئا من أحوال أولئك الديالمة شنو صفاتهم شنو أمورهم شو يقول يقول ولهم بخراسان أعمال وآثار مع دين متدينين ورحلة رحالهم يذهبون تجارات واعمار يعمرون البلدان يمصرون الامصار وفي الادب ائمه واعلام معدن الابل والسمن والاغنام كنايه عن الثروه عندهم ثروه بالاضافه الى الادب بالاضافه الى العلم وحذق في بناء وارسام عندهم فن المعمار والرسم والنقش ومروات جمع المروءة وصدقات وإسلام إسلامهم إسلام نظيف جيد هذه شهادة من مخالفها يشهد لمن؟ للديالمة الشيعة يقول وصلاح عليه الخاص والعام ثم يقول وهنا شاهدنا "لا ترى النساء في البلدة بالنهار ولا بها قي قيان ولا خمار" يستخدم هو سجع في عباراته على ما كان عليه عادة كثير من المؤلفين والادباء في ذلك الزمان. شوف يقول هذه مكارمهم الديالمه. مرأة ما تشوف بالنهار وسطهم اكو قيان مغني ماكو خمار اكو ماكو ما تحصل لان هؤلاء تربيه الطاهرين اهل البيت عليهم السلام مو تربيه عائشه لو تربيه عائشه كل واحد منهم ياخذ له قيان مغني ياخذ له مثل ما عائشه كانت متخذة إلى شنو مغني المغني شنو اسمه عجل لا حافظين الدرس ما شاء الله حافظين الدرس قند وقند هم كان فارسي هسه دخلنا بعاشي خلي تولي زين هذا المثال الثاني مثال ثالث ننقل هذا المثال عن المدائن مدائن بعد بالعراق تعرفون ينقل هذا المثال الثالث صاحب كتابنا الاول آثار البلاد وأخبار العباد محمد بن زكريا القزويني في الصفحة 453 ماذا يقول؟ يقول فأما لما يتحدث عن المدائن يقول فأما في وقتنا هذا فالمسمى بالمدائن بليدة، تصغير بلدة شبيهة بقرية في الجانب الغربي من دجلة أهلها فلاحون شيعة إمامية فلاحين شيعة إمامية ومن عادتهم أن نساءهم لا يخرجن نهارا أصلا أبدا وبها مشهد رفيع البناء لاحد العلويين وفي الجانب الشرقي منها مشهد سلمان الفارسي رضي الله عنه وله موسم في منتصف شعبان ومشهد حذيفه بن اليمان مشير رسول الله صلى الله عليه واله هكذا يتحدث عن المدائن اذا تلاحظ في المجتمعات الشيعيه مجتمعات ماذا نظيفه فيها عفه فيها حياء فيها مروءة طبيعي هذه المجتمعات جعلت نصب أعينها كلمة الزهراء صلوات الله عليها خير للنساء ألا يرين رجلا ولا يراهن رجل أخذوها هذا قانون قاعدة عندهم طبقوها طبقوها كان الواحد بالفعل في تلك البلدات أصلا ما يشوف مرة أبدا ولذلك يكون مجتمع نظيف غير موبوء ما فيه مفاسد لان هي النظره انت تعرف بعد حافظين هالاشياء بعد النظره تصل الى وين توصلك الى جهنم الى جهنم توصل هي هاي النظره فلما تقطع الطريق من البدايه خلص الوقايه خير من العلاج مساله واضحه تربية أهل البيت هذه تربية الزهراء صلوات الله عليها هي هذه إنتاج خريجي مدرسة أهل البيت خريجات مدرسة فاطمة الزهراء هكذا أما خريجات مدرسة عائشة مثلا فعلى النقيض على النقيض هذا الامر ايضا مر معنا في المحاضره السابقه اشاره عابره وكانت لانه موضوعنا ما كان هذا فاشارات عابره من باب الشيء بالشيء يذكر في هذه المحاضره لازم ناصل ونثبت ونرجعه الى المصادر واحده من خريجات مدرسه عائشه بنت ابي بكر من هي عائشه ايضا ولكن عائشه بنت طلحه عائشه بنت طلحه تصير خالتها عائشه بنت ابي بكر. هي عائشه هذه الثانيه عائشه بنت طلحه امها ام كلثوم بنت ابي بكر. فعائشه هم خالتها هم مربيتها معلمتها ام وكانت اشبه الناس خلقا خلقا لا، خلقا بعائشه خلقا ما كانت لا. ليش لأنه يذكرون عن عائشة بن طلحة أنها كانت ملكة جمال حسب كلامهم حسب كلامهم بس ما علينا مبالغات مو مبالغات المهم يذكرون عنها هكذا زين هذه أيضا كانت محدثة يعني أقصد تروي تروي عن عائشة تروي عن غير عائشة لها تاريخ حالات متعددة من بين تلك الحالات والصفحات البيضاء المشرقه هاي الصفحات اللي نقلبها هم على عجل قبل ما يدركنا الوقت. الصفحه الاولى تشوفها في كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني او الاصبهاني نفس الشيء في المجلد الحادي عشر الصفحه 122 يقول كانت عائشه بنت طلحه لا تستر وجهها من احد شوف الفرق نساء الشيعة مو بس يسترن وجوههن يسترن ابدانهن مو فقط يسترن ابناء ابدانهن يسترن ظلهن خيالهن يعني اصلا ما تظهر بالشارع ما تظهر بالبيت هذه لا هذه تطلع وتكشف تصير شنو؟ سافرة الوجه، تسفر عن وجهها. وعدها فلسفة ونظرية في الموضوع، مو تتصور هالشكل يعني. لا عندها فلسفة في القضية. يقول كانت عائشة بنت طلحة لا تستر وجهها من أحد فعاتبها مصعب في ذلك. مصعب زوجها مصعب ابن الزبير تزوجها، هي كان عندها ثلاث أزواج للعلم. تزوج الأول يطلقها تروح للثاني ثاني طلقت تروح للثالث والشكل يعني وما بين الثلاثة ما بينهم فعاتبها مصعب في ذلك إنه ليش هالشكل تخرجين أنتي سافرة الوجه فقالت شوف النظرية يعني فقالت إن الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرف فضلي عليهم فما كنت لأستره الله من جمال أنا ذنبي إذا جميلة أقوم أنا أخبئ وجهي أستر وجهي لا الله وسمني بميسم جمال فأحببت أن أظهره للناس حتى ماذا يعرف فضلي عليهم كأن الفضيلة في ماذا في ان تسفر المرأة عن وجهها وتخليه للرائح والغادي كأنه هذا هو الفضل مو الفضل في عفة المرأة في حياء المرأة في شرف المرأة منطق معكوس فتقول فما كنت لاستره لا انا اروح واللي يريد يتفرج هذا انا منطقي ليش تربية عائشة الصفحة الثانية ايضا كلها في الاغاني لابي الفرج الاصبهاني يقول: قالت رملة بنت عبد الله بن خلف وكانت تحت عمر بن عبيد الله لمولاة عائشة امراة اسمها رملة قالت لمولاة عائشة بن طلحة يعني خادمتها اريني عائشه متجرده ولك الفا درهم، هيئي لي طريقه اشوف بها عائشه مولاتك ماذا بلا ثياب متجرده من الثياب، وأعطيك الفا درهم، هسه ليش؟ لانه كانوا يذكرون مثلا هذه مره جميله كذا تريد تروح تشوف مثلا هذه شلون؟ الله العالم ما علينا. تقول فأخبرت عائشة بذلك المولاة الجارية الخادمة أخبرت سيدتها تقول ترى هذه تريد تشوف شنو بلا ثياب هسه هذه إذا مرأة شريفة أو عفيفة شنو تقول تروح لتلك تعنفها توبخها أما تتقين الله حرام هذا هم حرام حرام لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة فيما بينهن ما يصير لكن هذه لا مو فقط انه يعني تغاضت عن الامر لا سهلته اصلا سهلت رحبت بالقضيه رحبت تقول الروايه قالت فاني سأتجرد انا راح اخلع ثيابي فأعلميها ولا تعرفيها أني أعلم أنت روحي بلغيها كأنه أنا ما أدري ما أعلم وراح أسوي هذا الشيء يمكن طمعانة بالألفين درهم تقول نص إلي نص إليك مثلا ما أدري فقامت عائشة كأنها تغتسل راحت سوت نفسها كأنها تغتسل وأعلمتها راحت هذه أعلمت من رملة فأشرفت عليها مقبلة ومدبرة زين فأعطت رملة مولاتها ألفي درهم وقالت وددت أني أعطيتك أربعة آلاف درهم ولم أرها يا ريت معطيت شنو أربعة آلاف درهم بس ما أشوفها بعد ما شفتها هسه شنو شافت الله العالم بس المهم كرهت هذه الرؤيه هذه النظره كرهتها هذه المراه زين هذه صفه امراه متقيه هذه تتجرد من الثياب هسه يجيك واحد مخالف يقول يلا مو مشكله بين النساء وكذا واحيانا تصير هالاشياء مع انه حرام قطعا حرام بس المهم المخالفين دائما طبيعتهم هذه محاوله التقليل من الفظائع التهوين منها شويه يهون من القضايا هذه يعني تقول عائشة كانت تغتسل غسل جنابه امام الرجال على التفصيل الذي نقلته لكم في الليالي الرمضانيه واحد من وراء الستار اللي هم يستر جزء ويخلي جزء واحد من داخل الستار ويوصف له كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت يقول لا أم المؤمنين وقصدها شريف أرادت تعلم الناس غسل الجنابة يعني الناس شو يسوون والله ما يطهرون هالشكل يحاول يبرر يحاول يهون فهنا هم حتما راح يهونون يقول الخطب سهل الخطب هين يلا بين النساء وكذا زين يقدر يهون هاي الصفحة الثالثة اللي تيجي والتي هي أفضع تجردت أمام امرأة وفي هذه الصفحه الثالثه سواد الوجه هذا تجردت امام رجل اجنبي وهذا الرجل الاجنبي انتم تقولون عنه رضي الله عنه وارضاه مالت عليكم وعلى اللي تقولون عنهم رضي الله عنهم وارضاهم اذا كانت هذه صفاتهم شوف بالله عليك شوف شو يقول يقول وكانت تشبه بعائشة أم المؤمنين خالتها. اي. هي, هي كعائشة الأولى، هاي عائشة الثانية وصيفتها. زين. يد يقول: فزوجتها عائشة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. زوجته هذا. من أهل بيتها، وهو ابن أخيها وابن خال عائشة بنت طلحة، زين. إلان يقول فصارمت زوجها صارت مشاكل بينه وبين زوجها، وخرجت من داره غضبا، فمرت في المسجد وعليها ملحفة تريد عائشة أم المؤمنين ماخذة معاها لحاف طالع، زين. وبعدين فرآها أبو هريرة فقال سبحان الله كأنها من الحور العين واضح أبو هريرة كان يغض البصر واضح جدا قد متقي كان اللي يرى هذه المرأة وهذه غضبانة وطالعة من البيت وما ملتفتة إلى يعني ثيابها وما شاكل ما أخذ معها ملحفة فهذا يراها يقول سبحان الله كأنها من الحور العين وبعد صفحة أفضع وأفضع تتحمل لو ما تتحمل روضة المحبين كتاب اسمه روضة المحبين لابن القيم الجوزية لعنة الله عليه ناصب تلميذ ابن تيمية من هؤلاء الحنابل المتعصبين في روضة المحبين لابن القيم الجوزية اقرأ في الصفحة مئتين وأربع وعشرين يقول وكانت عائشة بنت طلحة من أجمل أهل زمانها أو من أجملهم الظاهر من هذه زائده، وكانت عائشه بنت طلحه اجمل اهل زمانها او من اجملهم، فقال انس بن مالك هذا اللي يعتبر عند اهل الخلاف شنو؟ من الصحابه الابرار على تعبيرهم، خادم رسول الله صلى الله عليه واله، طبعا كان نادل نادل خمر هذا كان مرت علينا هذه الرواية معكم ذكرناها على ما أظن في كيف زيف الإسلام كيف أنه لما كان يعقد مجلس الخمر بار الصحابة هذا ماكو بار الصحابة كان النادل منه أنس بن مالك هذا كان اللي قدم الخمر لأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وما أدري منه مجموعة والمخالفين يقولون كان قبل تحريم الخمر خوي الله مو مشكلة بس يعني هذه الصفة إنه شخص يكون هو القائم على خدمتهم وتقديم الخمر لهم هذا ينبئك عن أنه هذه نفسيته شنو طبيعته شنو أخلاقه شنو يعني فطبيعي هذا اللي الآن تقرأ عنه ما تتعجب يعني ولا تستبعد فقال أنس بن مالك يقول وكانت عائشه بنت طلحه اجمل اهل زمانها او من اجملهم فقال انس بن مالك والله ما رايت احسن منك الا معاويه على منبر رسول الله عجيب إشجاب معاويه الى هذه يقول انا ما رايت احلى منك ولا اجمل منك الا ملكه الجمال الاولى خال المؤمنين معاوية ذاك هم طلع ملكة جمال، شلون ما أدري؟ هل كان معاوية متأنثاً؟ مو بعيد يكون متأنث وهو هم تدري أصله بالأصل رومي هو، هذولا مستلحقين ذولا أدعياء مو حقيقة من بني أمية يعني عرب، لا لا هذولا أدعياء أولاد الأدعياء مو هالشكل؟ فهؤلاء أصلهم رومي استلحقوا ببني أمية فالروم وكذا يمكن يطلع شعره أشقر ما أدري بالنسبة لمعاوية يعني يصير ممكن أبيضاني مثلا فهذا هم مفتون به هذا الأغبر أنس بن مالك يقول ما رأيت أحسن منك إلا معاوية وين على منبر رسول الله جميل جدا كأنه فلقة قمر هذا طلع معاوية جميل ها زين قلل هذا الكلام فهذه تغار شنو هالحكي اذا هذا خال المؤمنين وجميل انا هم بنت خالتي ام المؤمنين وهم جميله وانا احلى منه ما يصير لا لا ما يصير تلك اذا قسمه ضيزة ما يصير فقالت والله لانا احسن من النار في عين المقرور في الليله القاره هذا تعبير عند العرب للجمال انه شلون ترى النار في الليله القاره البارده المظلمه، شلون النار هكذا تتوهج جميله والانسان القار يراها في عينه هكذا. يُضرب بهذه العباره مثل تُضرب هذه العباره مثلا للجمال والحُسن. فتقول انا احلى من هذا، يعني انا قصدها يعني انه انا احلى من معاويه، شلون تقول معاويه اجمل مني؟ زين. الشاهد هنا روضة المحبين لابن قيم الجوزية، تفضل. يقول: ودخل عليها أنس يوما في حاجة. هذه أول معصية. شلون يختلي بها وهي امرأة أجنبية. هذا واحد. فقال: إن القوم يريدون أن يدخلوا عليكِ فينظروا إلى جمالكِ. أهلاً أهلاً أهلاً. يدخلون عليك لماذا؟ مو لتعليم القران لا لينظروا الى جمالك ان القوم رجال هذا المكان شنو هذا؟ هذا بيت شريف عفيف لو هذا الدار بغاء تربيه عائشه زين وشوف شنو الجواب الجواب فضيحه الفضائح قالت أفلا قلت لي فألبس ثيابي؟ عجيب يعني كانت متجردة أمام أنس بن مالك. تقول له لا لا أنا ما أقبل، إلك أنت إيه. أنت رضي الله عنك وأرضاك تستحق أنا أتجرد عن ثيابي، بس البقية لا من التابعين والتابعين والتابعين لا درجات بعد. الصحابة ننطيهم أكثر. ذولاك لا البس ثيابي، شوية البس ثياب افلا قلت لي فالبس ثيابي تفضل يعني اذا كانت تتجرد للنساء وتتجرد للرجال وبالتناوب سره تربيه من عائشه بنت ابي بكر من الطبيعي تكون هكذا من الطبيعي جدا أما شايف تربية فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام هكذا كفاكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح إحنا نفخر بتاريخنا هم شنو تاريخهم تاريخ بالفعل أسود 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 بالفعل جرائم مجازر قتل سفك للدماء اخيرا مفخخات يعني هذا التاريخ البكري الناصع المشرق هذا شنو تاريخه هذا في هذا الجانب قول مثلا جانب السياسي جانب الحكم جانب اداره المجتمع على صعيد الافراد والاخلاقيات هم هذا الجانب من كبيرتهم عائشه ومن عمر وغير عمر وفضائحهم وبني أمية وليالي الطرب والأنس والجواري وألف ليلة وليلة إلى هالقضايا اللي في زماننا وبعد هذا بعد واضح ما نحتاج بعد كلكم تعرفون بعد ريحتهم وين وصلت هالفضائح اللي ده تطلع عن مشايخهم أنه هذا أجلكم الله شاذ جنسيا هذا كذا هذا كذا فضائح كثيرة واحدة منها فضائح فضيحة القرضاوي ما أدري إذا شفتوا أو قرأتم زوجته الثانية التي طلقها هاي الجزائرية اللي هي من عمر بناته الآن طلقها فطلعت فضايحة أنه شنو كان وشلون يتغزل بيها قبل ما يتزوج يتزوجها ويرسل إلها أشعار صاير الأخ عنتر وهذه عبلة ونشرت الأشعار بخط يده ورسائل والغرام والحب وكذا وشيء عجيب شيء عجيب رجوع الشيخ إلى صباه <applause> رجوع الشيخ إلى صباه بعد كل هذا هم طلقها بعدما قضى منها وطرا طلقها مسكينة هذه صفاته هذه فضائحه طيب في ختام كلامنا إحنا شنو المهم بالموضوع لا شك في كل مجتمع هنالك مفاسد، احنا ما ندعي الان انه المجتمع الشيعي باكمله مئة بالمئة نقي. واكو ناس ينتسبون الى التشيع فاسدوا اخلاقيا رجالا نساء. ولكن من حيث الاجمال اذا تلاحظ من حيث الاجمال نسبة الفساد في المجتمعات المخالفة لاهل البيت عليهم السلام اضعاف اضعاف نسبة الفساد في المجتمعات المواليه لاهل البيت عليهم السلام. هذا لانه شوفوا اتصالنا باهل البيت عليهم الصلاه والسلام يعطينا شيئا من على الاقل الحد الادنى من حفظ مكارم الاخلاق. على الاقل يعني الانسان الشيعي هذا ترى العلم يحتاج الى دراسه دراسه ضمن علم النفس للانسان الشيعي، انت اذا تلاحظ إقدام الإنسان الشيعي على المعصية يعقبه ألم كثير في النفس يعني هو يتأذى يروح للمسجد يروح للحسينية يروح لزيارة أبي عبد الله الحسين هو يبكي يتألم يحس نفسه أنه هو ملوث شلون أنا دا أجي لهالأمكنة الطاهرة أنا فشلت نفسي أخزيت نفسي أمام أئمتي عليهم السلام الثقافة الشيعية هكذا دائماً حاضر عندها مسألة أنه إحنا نؤذي رسول الله إذا أقدمنا على المعاصي هذا ورد في الروايات موجود لا تؤذوا رسول الله رسول الله يطلع على صحائفكم إذا يشوف واحد والعياذ بالله من المنتسبين للشيعة أقدم على ارتكاب خطيئة أو إثم يتأذى إلى أما يتأذون الإمام صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يتأذى فكل شيء يتألم الإنسان الشيعي هذا موجود في الثقافة الشيعية أحد المؤمنين قبل سنوات أبلغني قال لي حادثة أنا بنفسي كان يعني دا يستفتي أو يعني دا يسأل أنه هل علي ذنب في هذا الموضوع أو لا قلت له شنو قال أنه بالعراق في تلك الأزمنة قبل ثلاثين سنة أكثر فكان يقول أنه واحد كان سكران ماشي بالشارع وكان يطلب ما أنا ما كنت أنطي يعني انزعج منه وكذا وكذا ما أنطيته انطيتها فشفت راح سكران كلش طينه يعني واصل الى مكان ماء ماء سبيل خلين ماء سبيل ومكتوب عليه فوق السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين بس فيقول هذا رايته بعيني ثلاث مرات يتقدم يريد يشرب من هذا الماء يشوف يباوع هو هم دايخ بس يشوف اسم الحسين عليه السلام وأشوفه هكذا يقول يقول لا لا الحسين لا يعني أستحي أنه أنا أشرب من الماء الموقوف باسم الإمام الحسين عليه السلام المعطى للناس وأنا سكران مخالف أوامر الإمام الحسين عليه السلام ما أشرب هذا ماء حرام علي يقول ثلاث مرات هيش قلت يعني يراجع نفسه ثلاث مرات يتقدم ويتراجع يتقدم ويتراجع يتقدم ويتراجع بعدين وقع وقع خلص يقول ما إجا وشالو إلا ميت 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 نهائيا فدي يقول أنا هل كان علي إثم يعني أنه ما انطيته ماء هو ده يحشي من الجانب الآخر أنه ما انطيته ماء أنا, ما أنا هالشكل ده يسأل السؤال هنا هذا الإنسان هذا اللي هكذا صفته لماذا هكذا امتنع عن شرب الماء يقول ما قرب لا صوب الحسين عليه السلام ما قرب يحس بوخز ضمير شديد خلا يموت عطشا وإحنا ما ندري يمكن الله يغفر يمكن بسبب هذا الشيء الله عز وجل يغفر له هذا موجود في ثقافتنا نعم ولكن نحتاج الى ان نقويه، الى ان ننمي حاله الورع والتقوى عندنا اكثر. ايها الاخوه هنالك حديث شريف مهم، كنت اريد ان اتحدث فيه بتفصيل واسهاب ولكن الوقت ادركنا اكثر، مجرد اجيب لك اشاره سريعه هذا الحديث الشريف تجدونه في امالي شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن غياث بن ابراهيم هذا غياث بن ابراهيم ثقه ولكنه بتري. بتري ثقه ما يكذب واحنا مشكلتنا شنو في هذا الزمان كما قلنا احنا مبتلين ببتريين موجودين ولكن مع الاسف الى الان من حصل واحد بتري ثقه اما موجود في سلسله الرجال عندنا كثير يذكرون في ترجمه الرجاليين يقولون بتري ثقه مثلا هذا واحد منهم غياث بن ابراهيم هو بتري ولكنه ماذا ثقه ما يكذب هذا يروي عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام قال قال علي بن ابي طالب عليهما السلام دقق في الحديث مهم عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهم عجيب يعني شلون شوفوا اخواني احيانا بعض النساء يقعن إما في تفريط أو إفراط يعني مرأة يقال لها مثلا خصوصا في الإعلام الإسلامي أو في الجمعيات الإسلامية أنه أنت عليك أن تتفقهي أن تتعلمي أن تصبحي على حد تعبير الجهة التي لا أريد أن أسميها المرأة الرسالية يعني المرأة الرسالية فشنو تسوي هاي المره تروح تهتم بالفعل تروح مثلا تدرس حوزه تدرس ثقافه اسلاميه تصير خطيبه تصير محاضره تصير ما ادري كذا على اساس من سيدات المجتمع الاسلامي عندها وظيفه يعني في اصلاح المجتمع ويكثر ظهورها واحيان كثيره تتخالط حتى مع الرجال على اساس في ندوه اسلاميه قاعده او بالله شنو صايره الان صايرة مذيعة في القنوات الإسلامية الله يخلي لنا هالقنوات الله لا يخلي لنا كثير من هذه القنوات تطلع على أساس مذيعة إسلامية يعني حول الإسلام وحول التشيع تتحدث وتقابل الرجال وأحيانا تصير مفاكهة محرمة بينها وبين الرجال وأصلا حجابها عدل وهو هذا يقال حجاب إسلامي أم حجاب إسلامي كثير من الإشكالات الشرعية موجودة كلامنا اصلا شوفوا شنو يصير هذه تهتم بجانب التثقيف والعلم وكذا على اساس يعني تنميه عقليه وتنسى جانبا جدا مهما وهو جانب الجمال مو جمال الروح ده اقصد لا لا جمال البدن جمال البدن اقصد تهمل نفسها فيهملها زوجها لانه شنو لا تعجبه يهملها زوجها وتدب المشاكل زوجها يروح على غيرها شسوي لي انا بوحده رساليه انا ما اسوي بوحده رساليه عرفت شلون فتبدا المشاكل يبدا التفسخ الاسري تبدا القضايا من هذا القبيل لا من اهم وظائف المراه احنا نعرف جهاد المراه حسن التبعل، زين، من اهم وظائف المرأة ان تتجمل تحرص على جمالها انوثتها مو انه تروح وتستغرق تصير مثل الرجال ما تهتم بشكلها، ما تهتم بهندامها، ما تهتم بجمالها لا مو صحيح. خلي تصرف عمرها اصلا على هذا الجانب حتى تعجب زوجها عقول النساء شوف أمير المؤمنين عليه السلام يقول حقيقة قاعدة ذهبية مهمة عقول النساء في جمالهن يعني عفوا إيه في جمالهن يعني إذا أردت أن تميز بين المرأة العاقلة وغير العاقلة فتش عن الجميلة قد واحد يقول خوة هذه هي أساسا مخلوقة مو جميلة لا لا المقصود هو التجمل ما ترى مرأة ما تصير جميلة للعلم حتى لو قبيحة معها المعالجات اللي موجودة معها الأصباغ والمكياج وما أشبه تصير جميلة وحتى مع العمليات الآن عمليات مرأة قبيحة 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 كأنها عائشة تصير شنو؟ تصير عائشة بالطلحة تصير كلش جميلة معها العمليات يسوي عمليات من يقول حرام سووا عمليات أيها النساء. حتى لا يحتاج الرجل إلى غيرك لا تسمعون كلام ذولا مخابيض يقولون لا جمال الروح وما جمال الروح لا لا جمال الروح مطلوب جمال الظاهر أيضا مطلوب ولكن لمن هو حلال عليك هذا مهم تتركين هذا الجانب المرأة شنو تصير بعد الرجل بعد ما يلتفت إليه ومن هنا يلتفت إلى غيرها وتبدأ بعد المشاكل والأطفال يروحون ويضيعون ومشاكل مأساة 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 لا أنت هم وظيفتك تتجملين تتحسنين اتخلين حتى عمرك في هذا الجانب أساسا للعلم هؤلاء النسوة اللائي دخلنا في باب مثلا السياسة بعض النساء عندنا ما شاء الله نائبات الآن ما شاء الله على النائبات دخلنا في باب السياسه دخلنا في باب مثلا الـ الـ يعني الامور الاجتماعيه ومشاكل عاده عاده الا من ندر يعانين من مشاكل ترى اسريه مع ازواجهن ما يسوي الواحد اذا هذا مجتمعنا احنا يختلف حتى المجتمعات الغربيه انت اقرا في المجتمع الان هاي الاحصاءات والاستبيانات اللي موجوده في المجتمعات الغربيه الرجل الغربي لما يسال من هي التي تتمناها أن تكون شريكة حياتك شنو يقول يقول أريد واحدة مثل مادلين أولبرايت مثلا لو كونداليزا رايس مثلا لو هيلر كلينتون لو مارغريت تاتشر ما يردون هؤلاء ما يردون هذا الصنف أصلا يقول أنا أريد أمرأة ملكة جمال وعندي بالبيت هذا اللي يريد المرأة أساسا ليش الإسلام ما يشجع على عمل المرأة لأن المرأة إذا تروح تعمل وين بعد يصير عندها مجال حتى تهتم بشأنها وين عندها مجال حتى تهتم ببدنها ماكو مجال راجعة آخر النهار تعبانة عندها هم جهال لازم هم تطبخ لازم ما أدري شنو ما يصير أكو مجال فالعلاقة بينها وبين زوجها تصير علاقة فاترة جدا لذلك الإسلام ما يشجع على عمل المرأة أصلا الإسلام يعتبر عمل المرأة عيب أساساً مفروض الزوج انت متكفل بزوجتك المراه مثل اميره انت تقدم لها كل شيء انت توفر لها كل شيء وكان عيب سابقا كان عيب هذا الان ما ادري صاير بمجتمعاتنا هاي مشاكل الطلاق والمآسي اللي احنا يوميه يجونا ويتصلون ومشاكل اللي تصير هذا احد اسباب عدم الالتفات لهذه النقطه نساء انت امراه تكوينك تكوينك هو هذا الله هكذا تدر لازم تهتمين ببدنك تهتمين بنفسك ما تهتمين الزوجهم في هذا العالم اللي بعد عالم الفساد وعالم المغريات يروح على مكان اخر وتبدا المشاكل زين في الجانب الاخر وجمال الرجال في شنو في عقولهم مو جمال الرجال يصيرون مثل بعض الشباب المخابيل اللي عندنا اللي بس يهتمون بقصات شعرهم وجمالهم وما ادري ايش يسوي وحركات وكذا والى اخره يجمل نفسه ما نقول لك تجمّل نفسك جمل نفسك صحيح هذا مطلوب بس لا تبالغ في ذلك تصير مثل ذاك الخائن اللي خان امير المؤمنين عليه السلام والله اللي هو المنذر بن الجارود العبدي نقلت لكم قصته سابقا. هذا واحد ولا امير المؤمنين عليه السلام بعدين خان باق وكذا، فامير المؤمنين من جمله ما كان يطعن في هذا الرجل، ماذا يقول؟ هذا في نهج البلاغه اقراوا موجود، يقول امير المؤمنين عليه السلام انه لنظار في عطفيه. هالشكل يباوع يمينا ويسارا في العطفين. يعني الخيلاء والتكبر ويهتم بنفسه وهندامه وشكله. إنه لنظار في عطفيه مختال في برديه في ثوبيه المخططين تفال في شراكيه الشراك هو شنو سير النعل هذا فيدفل بكل ما يمشي خطوتين يدفل به حتى ينظفه لا عليه تراب لا يجي عليه رمول لا يجي عليه فشيء من الوساخات الشكل حالته دائما هكذا مهتم بنفسه وشكله يعني يريد يتجمل يعني هذه صفة مذمومة في الرجال. جمال الرجال تريد تعرف جمال الرجال وين؟ أين تطلب جمال الرجال؟ في عقولهم. الرجل الجميل الجميل حقا هو العاقل المتعقل الفاهم المتعلم، هذا رجل جميل. نعم هذا هو رجل جميل. المرأة العاقلة مو المرأة اللي صايرت لي محاضرة على الرجال مثلا هسه بين النساء ماكو مانع على الرجال ورايحة هاملة زوجها وأسرتها وإلى آخره على أساس تصير من الوجوه المرموقة في المجتمع ولا المرأة اللي رايحة صايرة نائبة أصلا لو الأمر بيدي بالعراق أحرم حكما على كل امرأة أن تنزل انتخابات شكو أنت تنزل انتخابات أنت وين انتخابات قاعدة وسط الرجاجيل هناك قاعدة و... وتحشين وياهم ستة ثلاث سنين معهم بالشؤون السياسية شنو هذا الحكي شنو هالمسخرة أصلا مهزلة هذه أي شيء أصابكم أين غيرتكم جمع عقول النساء المرأة العاقلة المرأة الجميلة التي تتجمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام جمال عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهم هنالك كلمه اخرى لامير المؤمنين عليه السلام ايضا في نفس المضمون يرويها او ينقلها الكراجكي صاحب كنز الفوائد يقول امير المؤمنين صلوات الله عليه ان الله عز وجل جعل صوره المراه في وجهها وصوره الرجل في منطقه منطق الرجل تشوف منه صورة حلوة ومنطق والصورة الحلوة من المرأة تشوفها في ماذا؟ في وجهها تهتم بوجهها، نعم هذا صحيح. هذا الأمر هذه التوصيات وهي عدة كثيرة، هذه التوصيات النبوية العلوية المعصومية الشريفة لو اهتممنا بها راح نزيد وننمي حالة الورع والتقوى عندنا فنقضي إن شاء الله تعالى على هذه المفاسد الموجودة والتي هي بحمد الله أقل بكثير من المفاسد المستشرية في أوساط البكريين وأهل الخلاف عموما ونعود سيرتنا الأولى سيرة أهل قم، أهل سجستان، أهل الديلم، أهل المدائن، تلك البلدان الشيعية التي حدثنا التأريخ عنها بكل هذا الشرف والعفة والطهارة هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله